لذلك سنبتدئ بالسيد المستشار، وبالنسبة لي شخصيا سأحتفظ بمداخلتي التي ستكون مختصرة بكل تأكيد في نهاية المطاف. إذن على بركة الله نبتدئ والكلمة. أيوة تفضلوا. شكرا سيد نبيل الحمر له الكلمة. معالي الأخ العزيز محمد بن عيسى صاحب أصيلة هذه المدينة الجميلة التي تجمعنا كل عام في هذا الوقت مع هذا الجمع الكريم والجميل وهذا الجمع المفكر المثقف في وطننا العربي، وأنتهز الفرصة لأن أحيي معالي الدكتور عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، هذا الإنسان السياسي بطبعه وبخلقه وبعمله، ونتعلم منه الأشياء الكثيرة. ومعالي الدكتور نبيل فهمي أهلا وسهلا فيك وكل الأخوة الزملاء الحاضرين في هذه القاعة. اسمحوا لي أن أبدأ كلمتي بأن أطرح قبل كل شيء أطرح السؤال: هل توجد في عالمنا عدالة مطلقة؟ وهل النظم التي تقدم نفسها على أنها ديمقراطية تطبق بالشكل الصحيح المبادئ التي تضمنتها دساتيرها ونظمها والتي تعلنها وتؤكد عليها وتحاسب الآخرين عليها، أم إنها كلها نظم ومبادئ فصلت على مقاييس هي بمثابة أداة ابتزاز تستغلها بعض الدول لتشكل بها ضغوط هدفها الهيمنة السياسية على الدول والشعوب؟ ونحن نرى أنظمة ونظريات تبحث عن العدالة والإنسانية ولكنها فشلت وانهارت وسقطت، وأنظمة ادعت الديمقراطية تنهب بالقوة ثروات الآخرين، وقادة يشعلون الثورات هنا وهناك تحت شعار العدالة والإنسانية ولكنهم سرعان ما تحولوا إلى طغاة. لا شك أن قيم العدالة ومبادئ الحرية وحقوق الإنسان كلها عناوين جذابة تغري مختلف الشعوب في كل العالم. وحتى لا نكون متجاوزين الواقع الذي نعيشه ويعيشه العالم، علينا أن نفرق بين ما نريده نحن وما يريده الآخرون من النظم والمبادئ والقيم. ولا شك أننا لا نختلف على كون العدالة والديمقراطية تعتبر من القيم الأساسية التي تشكل أساس المجتمعات الحديثة، وتسهم هذه القيم في تحقيق التوازن الاجتماعي وتعزيز حقوق الأفراد والمشاركة المجتمعية. والعدالة مفهوم واسع يشمل العدالة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وبطبيعة الحال يفترض في المجتمعات العادلة أن تحترم حقوق الإنسان ويتمتع الأفراد بحقوقهم الأساسية دون تمييز، وأيضا المساواة أمام القانون حيث يعامل الجميع بشكل متساو دون تحيز أو تميز. هناك مقولة متداولة مقولة معروفة ومتداولة في الستينات فيها شيء من السخرية، تقول: إذا لم تكن شيوعيا في العشرين من العمر فأنت بلا قلب، وإن كنت ما تزال شيوعيا في الأربعين فأنت بلا عقل. هذا هو حال الشباب في ذلك الوقت وهم في مقتبل العمر، يقرؤون الكثير من الكتب التي تحتوي على مثاليات القيم والحريات والديمقراطيات في العالم، ويبحثون عن العدالة والمساواة في كل النظريات والأنظمة. كنا منهم نتحمس للشعارات المرفوعة
ونتعلق بمقولات ما زلنا نرددها في أذهاننا، وهي على سبيل المثال أن حرية الكلمة هي المقدمة الأولى للديمقراطية، إنها مسألة تبسيط للقيم، قبلناها بعفوية بسيطة وساذجة ورددناها إلى أن كبرنا ورأينا أن العدالة والديمقراطية والإنسانية ليست بمفهوم واحد لدى الجميع، وليست من حق الجميع. هذه القيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان بالرغم من رقيها ومثاليتها هي مجرد شعارات، هي مجرد شعارات حق يطوعها الكبار حسب ما يريدون من أجل مصالحهم وللهيمنة على شعوب العالم. أنا هنا لا أريد أن أكون قاسيا على قيم الإنسانية أو قيم إنسانية راقية حلم بها الإنسان في هذه المعمورة، ولكن أستنهض بالقول روح المثابرة وصدق العمل، لأن يستحصل الإنسان في كل مكان حقه الطبيعي في الحياة وفي التمتع بهذه المزايا والقيم النبيلة وفي العيش حياة وأن يعيش حياة كريمة. نعم، العدالة والحرية والديمقراطية حق للأفراد، ولهم الحق في التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم بحرية وبسواسية بين البشر جميعا دون تفريق بين شعب وآخر وبين جنس وآخر وبين عرق وآخر. الأخوة والأخوات، إننا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نواجه معضلة نعيشها في التعامل مع الأنظمة ذات النفوذ السياسي والعسكري، إنها الازدواجية في تطبيق قيم العدالة ومبادئ الديمقراطية. فالازدواجية التي تنتهجها هذه النظم الديمقراطية الغربية تكشف عن التناقض بين المبادئ النظرية للعدالة والممارسة العملية التي تفتقر إلى هذه المبادئ في تطبيقاتها. تقوم النظم الديمقراطية الغربية على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة والمساواة، حيث يفترض أن تكون القوانين عادلة وغير تمييزية للجميع، ولكن من حيث الممارسة العملية في بعض الأحيان قد يتم تطبيق القوانين وإجراءات معينة بشكل غير منصف، مما يؤدي إلى تميز فئات معينة في المجتمعات مثل الأقليات العرقية. كذلك في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، فهذه الأزمات قد تؤدي إلى اتخاذ تدابير استثنائية قد تتعارض مع قيم العدالة، مثل تقييد الحريات أو فرض قيود على الحقوق المدنية، وتصل إلى التمييز بين العرقيات أيضا. كما أن التأثيرات السياسية تلعب دورها في شأن الازدواجية في المعايير، إذ أن الضغوط السياسية قد تؤثر على استقلالية القضاء، مما يعيق العدالة ويعزز من الازدواجية في تطبيق القوانين. ونأتي إلى مسألة هامة تتعلق بنا وبقضايانا، وأشير هنا إلى الازدواجية في تطبيق قيم العدالة والإنسانية تجاه القضايا العربية. ولا شك أن الازدواجية في تطبيق قيم العدالة الغربية تجاه القضايا العربية هي ظاهرة تتجلى في كيفية تعامل الأنظمة الغربية مع الأزمات والصراعات في العالم العربي، إذ تتبنى الأنظمة الغربية معايير مختلفة عندما يتعلق الأمر بقضايا الشعوب وبالأخص القضايا العربية مقارنة بقضايا أخرى. فغالبا ما يتم تجاهل مبادئ حقوق الإنسان في بعض المناطق في الوقت الذي يتم فيه توجيه الانتقادات الحادة إلى الدول العربية. فهذه القيم والمبادئ المثالية العليا تستخدمها الأنظمة الغربية بناء على مصالحها الاستراتيجية عند التعامل مع قضايا الشعوب.
ففي الوقت الذي يتم دعم أنظمة تخدم المصالح الغربية يتم الضغط على دول أخرى لتغيير سياستها واحتوائها والتدخل في شؤونها الداخلية تحت يافطة هذه المبادئ. وكذلك الإعلام والتغطية الإعلامية الصحفية، إذ تلعب وسائل الإعلام الغربية دورا في تشكيل الرأي العام حول القضايا العربية وقضايا الشعوب الأخرى، فيتم تسليط الضوء على بعض الصراعات بينما تهمل أخرى، مما يؤثر على كيفية فهم الرأي العام الغربي لتلك القضايا. وهناك أمثلة ملموسة في التعامل الإعلامي في الصراع العربي الإسرائيلي، وكذلك في الصراعات الأخرى في العالم كالصراع بين روسيا وأوكرانيا والصراع في منطقة والصراعات الأخرى في منطقة الشرق الأقصى. فالرقابة والحجب مسألة في تعامل الغرب حتى مسألة ظاهرة في تعامل الغرب حتى في وسائل الإعلام الغربية نفسها حين تعلق الأمر بالمصالح الغربية في ذلك، ولا مكان هنا ولا اعتبار لقيم العدالة والحرية والديمقراطية. وهناك مسألة هامة وهي ازدواجية المعايير في السياسة في التدخلات العسكرية. ففي بعض الحالات تتدخل الأنظمة الغربية عسكريا في الدول بدعوى حماية حقوق الإنسان أو نشر مبادئ الديمقراطية، بينما تعتبر تدخلا آخر تدخلات أخرى في مكان آخر مسألة غير مقبولة. أيها الأخوة والأخوات، في الختام لهذا الموضوع الهام حول تطبيق العدالة، نؤكد على أن الإزدواجية في تطبيق العدالة تمثل تحديا كبيرا للقيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية، بينما تسعى الأنظمة الغربية إلى تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، وهو مطلب إنساني يجب عليها أن تلتزم بمبادئ العدالة والمساواة في جميع حالاتها بين الشعوب الأخرى، وإلا فقدت هذه القيم معانيها ورسالتها. إن معالجة هذه التناقضات تتطلب شجاعة سياسية وإرادة حقيقية لإعادة النظر في السياسات والممارسات التي قد تؤدي إلى تفشي الظلم والإحساس بالغبن والذي يؤدي بدوره إلى العنف. وفقط ومن خلال تعزيز الشفافية والعدالة يمكن للعالم أن يتجه نحو مستقبل أكثر إنصافا للجميع. إننا لا نعيش بمعزل عن الآخرين. إن إنجازات العدالة والحرية وحقوق الإنسان في دولنا في الشرق الأوسط كبيرة وكثيرة، وبطبيعة الحال فإن هذه الإنجازات تستحق الإشادة على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه العديد من الدول في المنطقة. هناك خطوات إيجابية تم اتخاذها نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية. إن العمل نحو تعزيز العدالة والحرية وحقوق الإنسان هو رحلة مستمرة تتطلب التعاون بين الأفراد والمجتمعات والدول، ومن المهم دعم تلك الجهود وعدم التقليل من شأن الإنجازات التي تحققت، لتكون إرادة الشعوب هي السعي نحو تحقيق العدالة الشاملة دون تمييز أو ازدواجية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.